السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى ثانوي أهلا بكم. هنراجع في الفيديو إن شاء الله الواجب بتاع يونت 8 الفوكاب بتاعنا. يلا بينا. بسم الله. أول جملة مع سعادتك بتقول The television. أول جملة The television was his only source of entertainment. التلفزيون طبعا كان source, المصدر الوحيد لـ entertainment, ما يسمى طبعا الايه التسلية. بيسألك في السؤال The synonym of the word entertainment. بس طبعا مرادف, احنا كنا قلنا كذا مره كلمه سينونيم مرادف كلمه طبعا انترتينمنت. ايه مرادف كلمه طبعا تسليه؟ ساعتها تعطي كلمه اميوزمنت رقم سي معناها طبعا تسليه, وكلمه انجويمنت اللي معناها متعه او تسليه كمان بيمشي معانا. طبعا ديسكفري اكتشاف مالهاش علاقه, ديساتسفاكشن عدم رضا عدم قناعه تنفعش, طبعا نافيجيشن سميناها احنا قلنا ايه ملاحه او ابحار ما تنفعش. عندك في رقم 2 I can easily finish my work tonight, ولك انا بسهوله اقدر ان اخلص شغل النهارده او الليله. The antonym of the word طبعا easily, عكس كلمه easily عندك اللي معناها بسهوله. اكيد طبعا absolutely ما تنفعش, دي اللي معناها طبعا مطلقا. Inexactly يعني طبعا مش بالظبط. كلمه difficultly بصعوبه اكيد طبعا دي تنفع. وعندك كمان كلمه hard اكيد طبعا دي معناها بايه بصعوبه. نمرة رقم 3 Just as I stepped into the shower the phone rang. أول ما أنا خطيت طبعا في الشاور الحمام يعني التليفون رن. It was so annoying, طبعا ده شيء كان مزعج. annoying عندك رقم هنا معناه مزعج. The synonym بسألك تاني المرادف synonym of the word annoying, طبعا عايز مرادف كلمة annoying مزعج. كلمة disturbing رقم B معناها مزعج. عندك كمان كلمة troublesome رقم D برضو معناها مزعج. طبعا عندك هنا كلمة relaxing معناها طبعا حاجة سهلة الاسترخاء. pleasant عندك pleasant رقم C معناها سر او لطيف. horrible معناها فظيع, لكن طبعا دي مش مرادف ايه كلمة annoying. رقم 4 he failed in his attempt to win the gold medal. الراجل ده فشل في محاولته, طبعا attempt محاولة ان يفوز بالميدالية الذهبية. The antonym بيسألها طبعا عايزة عكس طبعا of the word failed, عكس كلمة فشل. طبعا عكس كلمة فشل دي أكيد succeeded نجح. هنا عندك في رقم E attended معناها حضر ما تنفعش. declined رقم C معناها يتدهور أو يرفض أو ينخفض ما تنفعش. broke down انهار ما تنفعش, عشان كده passed رقم A طبعا تدي لك إيه المعنى. the voice on the phone sounded familiar. الصوت اللي كان في التليفون كان يبدو مألوف. familiar the antonym of the word familiar طبعا مرادف كلمة مألوف ايه طبعا مات عايز المرادف بتاعها. uncommon معناها غير شائع اكيد لا. common معناها شائع اكيد سعادتك دي برضو هتبقى ده عايز سوري عايز عكسها مش عايز المرادف. طبعا عكس كلمة familiar كلمة uncommon معناها غير شائع, وطبعا كلمة unfamiliar برضو معناها غير شائع. ماشي جملنا بقى التانية I read an essay about the advantages and disadvantages of it. ولك طبعا انا قريت طبعا مقالة عن مزايا وعيوب ايه technology in the house. طبعا مزايا وعيوب امتلاك او ان يكون عندك طبعا تكنولوجيا في البيت. يبقى عندك كلمة having رقم دي معاك ايه. المهم اللي جاية بيقول فيها we had a fruitful discussion. احنا عملنا يا جماعة مناقشة مثمرة. كلمة fruitful مثمرة طبعا. How technology can improve learning, ازاي طبعا التكنولوجيا تقدر تحسن الايه التعلم. طبعا كلمة on رقم ايه discussion حرف جرها on, وممكن طبعا about discussion on او about مناقشة بشأن كذا. جملة رقم 3 he later realized that, وفيما بعد ادرك that of his bad deeds. ايه طبعا بتاع افعاله. كلمة اللي عندك على فكرة كلمة deeds معناها افعال. طبعا هو ادرك توابع او نتائج افعاله السيئه او نتيجه. طبعا انت عندك كلمه consequence رقم بي. كلمه consequence بمعنى طبعا نتائج او ايه او عقبة او عواقب. people have different views جمع عندك في رقم 4 الناس طبعا عندها اراء مختلفه to technology. الناس طبعا عندها اراء مختلفه متعلقه او ترتبط بالتكنولوجيا. تبقى عندك كلمه related رقم A. related to معناها بما يتعلق بما يخص طبعا ايه بقى التكنولوجيا. عندك hybrid vehicles. hybrid vehicles عندك هنا المركبات طبعا الهجينه. are طب used to تستعمل petrol and electricity to drive the engine. تبقى عندك كلمه both رقم D.
both طبعا هنا بيجي معاها كلمة and معناها كل من، both and معناها كل من، لكن either دي معناها إما أو، بيجي معاها كلمة اسمها or. كلمة neither معناها لا، بتيجي معاها كلمة اسمها nor، لا ده ولا ده. طبعا each زي كلمة every معناها كل، ما تنفعش عندك هنا. To operate this machine just press، عشان تشغل، هنا كلمة operate معناها يشغل، عشان تشغل الآلة دي just يدوك بس اتك على ايه طبعا؟ على المفتاح ده، على السويتش الزرار ده، يبقى عندك كلمة button رقم B بمعنى مفتاح طبعا أو زرار. طبعا كلمة disk انت عارفها، pattern ده معناه الراعي، طبعا بيتي ما تنفعش. We can also with your friends easily، طبعا بنقدر ايه طبعا مع الأصدقاء بسهولة. Through the internet هذا معنى كلمة communicate، احنا قلنا في الشرح كلمة communicate حرف جرها with، قلنا كلمة contact ما جاش مع حرف جر، طبعا connect دي معناه يوصل او يربط حرف جرها to، طبعا touch بره الحوار خالص. GPS stands for، الكلمة اللي عندك هنا كلمة stand for معناها يرمز الى، اختصار لايه؟ الثلاث حروف يا جماعة دول GPS بيرمز طبعا لايه؟ حاجة سميناها global positioning system، طبعا تبقى عندك هنا اول اختيار، ده معنى كلمة GPS. We no longer need، احنا خلاص ما بقيناش محتاجين، كلمة no longer يعني لم يعد، نحتاج ايه طبعا؟ To get around عشان خاطر ان احنا نتجول as it was in the past، مكان ايام زمان، طبعا خلاص مش محتاجين خرايط عشان نتحرك من مكان لمكان، هتبقى عندك كلمة maps رقم C طبعا. Traveling makes us get acquainted، السفر بيخلينا get acquainted يعني نتعرف على، كلمة acquainted نتعرف على، طبعا with other ايه طبعا اكيد سعادتك مع الثقافات الاخرى. measures اجراءات او مقاسات ما تنفعش، او اجراءات بس. treasures عندك كنوز، كما كلمة inventions اختراعات، طبعا مع الثقافات الاخرى عندك كلمة cultures رقم C. how would inventions ازاي طبعا الاختراعات a difference to your life، هتبقى عندك كلمة make، الكلمة او التعبير اسمه make a difference to، وحرف جر تو اللي قدامك ده على فكرة ممكن يبقى ان، حرف جر تو ده ممكن كمان يبقى ان. having a memory ان يكون عندك ذاكرة مال، او عشان عندي ذاكرة مالها. I forget to buy all my needs، انا بنسى اشتري طبعا الاحتياجات بتاعتي، فطبعا كده دي ذاكرة مش كويسة خالص، يبقى كلمة terrible رقم A، طبعا terrible معنى سيء او فظيع، لكن كلمة terrific رقم B معناها رائع، terrific رقم B يعني معناها رائع، طبعا ما تنفعش. ده معنا في رقم 13 GPS helps you to، طبعا الجي بي اس بيساعدك ان انت تعمل ايه؟ your journey from one place to another، ساعدتك تعمل navigate تنتقل زي ما قلنا او تسافر وتتحرك، عندك كلمة navigate اول اختيارات. when he moved to his new neighborhood، neighborhood بمعنى الحي المكان اللي سكن فيه، بقول لك طبعا هو لما انتقل الحي بتاعه he wasn't with this area، طبعا ما كانش متعود، ما كانش معتاد على المنطقة دي، معنى كلمة familiar رقم C، قلنا familiar with معتاد على كذا. some tourists use maps in Cairo to get it، طبعا عندك في رقم 15 بعض السياح طبعا بيستخدموا الخرائط في القاهرة تجي زي ما قلنا get around، get around بمعنى يتحرك طبعا، او زي ما قلنا ينتقل من مكان لمكان. random طبعا الاخيرة معناها شوي، round طبعا دي مش فيش get round انت عارف، دي معناها مستدير، وان طبعا ده حرف جر بتاعنا. vehicles المركبات يا اخواننا use both بتستعمل الاثنين، petrol طبعا and electricity to drive the engine تشغل المحرك بتاعها، اسمها hybrid زي ما قلنا، عندك اللي عندك hybrid عندك طبعا اول اختيار. hybrid vehicles المركبات الايه الهجين شغاله بالاثنين كهرباء وايه وبنزين. something عندك في 17 something that is well known to you، حاجه معروفه بالنسبه لك طبعا. and easy to recognize وحاجه سهل انك تعرفها طبعا تعرف عليها، اكيد طبعا دي حاجه مالها حاجه مألوفه، يبقى عندك هنا familiar رقم C معنى مألوفه، لكن طبعا fabulous رقم A دي معنى خرافي تحفه روعه، وطبعا شون ونو ما ينفعوش. عندك في 18 is to find a way when you are traveling from one place to another، انك تجد الطريق وانت مسافر من مكان للتاني، اكيد طبعا ساعات اللي حسبنا معاك نافيجيت رقم C طبعا اللي هو ينتقل او يسافر. I have chosen the robot the best invention، طبعا انا اخترت الروبوت ده على ان هو افضل اختراع، طبعا ساعتك هتبقى كلمه as رقم B، احنا كنا قلنا as حقيقه لكن طبعا like بنشبه.
جملة رقم 20 I always fun with my young children. التعبير يا اخوانا عايزك تعرفه اسمه have fun with it. يستمتع بشيء. طبعا have fun with my young children. Some migrating birds. بعض الطيور المهاجرة. Migrating مهاجرة. طبعا بيقول لك كان بتقدر ايه by the moon. طبعا باستخدام القمر. They use the moon as a guide. بيستخدمها القمر ده كأنه مرشد او دليل. هتبقى عندك زي ما قلنا كلمة navigate برضو معنى ان هي بتعرف تسافر من مكان لمكانات. طبعا كلمة كان اللي قدامك دي محتاجة ورا منها infinitive فعل في الايه في المصدر. The garden strawberry is a large fruited. طبعا هنا الجملة بتقول ان الفراولة اللي موجودة عندنا في الجنينة طبعا دي عبارة عن a large fruit. طبعا عندك هنا كلمة hybrid عبارة عن هجين ميكس طبعا من ايه من الفواكه او تم يعني ما يسمى ايه تطعيمها. Take this map with you so as not to lost. خد الماب دي معاك لكي لا طبعا ايه سعادتك بقى عشان خاطر ما تتوهش يبقى عندك so as not to get lost. طبعا رقم سي بمعنى يتوه get lost. I'm very much in knowing طبعا more كذا تبقى عندك كلمة interested رقم سي مهتم بي. Fond مغرم حرف جر بتاعها of. كلمة keen مهتم حرف جرها on طبعا او حريص. Excited طبعا حرف جر بتاعها about زي ما انت عارفه. هنا عندك this vase is in the right place. الجملة دي مبنية لمجهول. الفازة دي سعادتك ملا موضوعة محطوطة في المكان الصح. يبقى عندك is positioned. رقم دي معنى موضوعة في مكانه. Position معناها مكان خلي بالك تمشي معنى يضع شيء في مكان معين. What are you looking for? انت بتدور على ايه بالظبط. يبقى طبعا what exactly are you looking for? يعني اعطاها كلمة exactly تماما او بالضبط. News of Helen's engagement. الاخبار طبعا بتاعت خطوبة صاحبتنا هيلين. Soon got the office. طبعا مالها انتقلت في المكتب. سافرت في المكتب يعني اتحركت بسرعة من شخص لشخص لشخص. بس انت هتبقى get around رقم 8. Function automatically. Function يعني بتعمل وظيفها اوتوماتيك طبعا ذاتيا. And can replace man in doing a series of actions. وممكن كمان تحل محل الإنسان في القيام طبعا بسلسلة من الأفعال. ساعتك طبعا مين في دول بيشتغل لوحده من غير بني آدم وممكن يحل محل بني آدم كمان طبعا روبوتس رقم سي الإنسان الايه الآلي. You should never share your information online. ما ينفعش أبدا أن أنت تشير أو أنهي معلومات طبعا على النت. طبعا أكيد معلوماتك الشخصية تبقى عندك personal طبعا رقم دي personal رقم دي شخصي. كنا احنا قلنا personal رقم ايه دي اللي معناها الموظفين أو العاملين. أنا في رقم 30. What would you do if you couldn't use the internet again? اسمها ever يا جماعة. Ever again يعني مرة تانية. Ever again مطلقا ever في حياتك في عمرك طبعا. Ever again. His illness مرض الراجل ده is a direct ايه مباشر طبعا of drinking polluted water. مرض الراجل ده ايه مباشر عشان هو شرب مية ملوثة طبعا ساعتك ونتيجة شربه للمية ملوثة يبقى عندك كلمة result رقم B النتيجة. I'll have to that what you have said is true. انا هضطر طبعا ان انا لازم ايه ان اللي انت قلته ده كلام صح. انا لازم اعترف طبعا ساعتك انا كلمة admit رقم دي طبعا معنى يعترف. Egypt is a country in the region. طبعا مصر دولة ايه في المنطقة في الاقليم بتاعنا. مصر دولة رائدة في الاقليم بتاعنا. عندك كلمة leading رقم بي. كلمة leading بمعنى بارز بمعنى صفة. صفة مش leader. leader ده معنى القائد نفسه لكن leading معنى بارز او قيادي خلي بالك او ريادي كمان. عندك في رقم 34 polluting the air will lead to. احنا قلنا يا جماعة ان كلمة lead to يؤدي الى وراها ing. انا طبعا هتبقى destroying رقم ايه. I want to know the of an online course. طبعا انا عايز اعرف ايه بتاع طبعا الكورس. انا عايز اعرف التكلفة تمنه. تبقى عندك كلمة cost رقم بي. طبعا cost رقم ايه دي السهل. course عندك رقم سي حاجة خشنة طبعا. وكاست عندك الاخيرة معناه يلقي او يرمي حاجة ما تنفعش. او طبعا فريق عمل في الافلام. عندك في رقم 36 طبعا language are useful مفيدة because they can help us to remember words. طبعا ساعتك هتبقى كلمة apps رقم سي طبعا اللي هي applications تطبيقات. في رقم 37 I watched a documentary.
طبعا شفت عليك فيلم وثائقي تكنولوجي لاست نايت، هتبقى عندك حرف الجر بتاعها اون، فيلم عن كذا، طبعا حرف الجر عندك اون رقم ايه؟ تكنولوجي maybe، تكنولوجيا ممكن تكون ايه؟ and can stop people، وكمان تمنع الناس enjoying the free time، ان هم طبعا يستمتعوا بوقت فراغهم. هتبقى عندك كلمة stressful رقم سي، stressful بمعنى مجهد او متعب، stressed يعني تعبان او مجهد او متوتر، لكن stressful اسم الحاجات اللي بتسبب الكلام ده. عندك في رقم 39 what's the advantage of having an expensive car، احنا قلنا كلمة سو مع الصفات such مع الاسامي، قلنا عندك في رقم 39 عندك يبقى طبعا of having such an expensive car، such مع الاسماء، so مع الصفات. I was asked to comment new proposals or suggestions، الكلمة اللي عندك كلمة comment يعلقت، طبعا حرف الجر بتاعها on رقم B. I'm at a loss، I am at a loss يعني أنا محتار، أنا في حيرة. I don't know to do، أنا مش عارف أعمل ايه، طبعا مش اعمل امتى ولا اعمل ليه ولا اعمل ايه كيف، هتبقى كلمة what رقم ايه. on seeing the enemy اول، طبعا ما شافوا حرف جر on معنى عين ده اول، ما طبعا ما شافوا العدو the soldiers العساكر طبعا their guns اكيد ساعتك fired رقم بي، معنى هم اطلقوا المسدسات بتاعتهم ضربوا نار عليه يعني. attack and rob ships at the sea، بيهجموا طبعا على السفن وبيسرقوها، طبعا ساكت اكيد بايرتس رقم دي زي ما قلنا القراصنه. To go inside the villa عشان نخش طبعا جوه الفيلا thieves cut through a wire fence رقم سي، هنا معنى الجمله عشان طبعا يخشوا الفيلا الحراميه قطعوا سور سلك، كان سور من السلك الشائك قطعوه ودخلوا جوه الايه الفيلا. How many people were in the accident؟ طبعا ربنا عافينا، طبعا كم واحد اصيبوا في الحادثه؟ هتبقى عندك كلمه hurt رقم بي. هتقول لي انا ممكن اعملها survive دي نقول، عايز تسميها كلمه survive هتقول how many people survive، ده هتقول من غير كلمه where survive ينجو او يبقى قدر الحياه، ما تحطش معايا فيرب تو بي خلي بالك. رقم 46 because of the high I couldn't see the sun، طبعا بسبب ايه العاليه انا ما شفتش طبعا الشمس، اكيد طبعا بسبب الجبال العاليه المرتفعه، هتبقى عندك كلمه cliffs رقم بي، طبعا الجبال المرتفعه. الجمل عندنا في رقم 47 it was difficult for James Hawkins to the boat، طبعا كان صعب على الراجل ده ان يعمل في المركب، طبعا ان هو يوجهه، قلنا كلمه steer رقم دي عندك في معنى يوجه حاجه. في رقم 48 have you ever seen the of hope of good hope، هتبقى عندك كلمه cape رقم بي على بعضها cape of good hope اللي هو راس الرجاء الصالح، cape of good hope ده معنى الكلام يا اخوانا. عندنا في رقم 49 the sailors were frightened when they saw the pirates flying in the air، البحاره كانوا مرعبين طبعا لما شافوا ايه الطائر بتاع القراصنه طبعا يحلق او طير في الهواء، طبعا لما شافوا العالم بتاع الناس دول ساعتها جاب لهم فلاج اول اختيار. trying to enjoy the try حاول انك تستمتع the day of being a member of parliament، حاول تستمتع به طبعا بفوائد ان انت عضو برلمان، تبقى عندك benefits رقم ايه معنى فوائد، طبعا disadvantages معنى عيوب، demerits عيوب طبعا مش هستمتع بالعيوب، ولا طبعا discomfort عدم الراحه او التعب يعني. we can go swimming all goes well، طبعا نقدر نعمل سباحه كل شيء يسير على ما يرام، طبعا بشرط ان كل حاجه تمشي صح، طبعا ساعتك هتبقى كلمه اف عندك اول اختيار. makes things look small بتخلي الاشياء تبدو صغيره، ايه طبعا المسافه، ايه طبعا البعد، يبقى عندك كلمه distance رقم بي، اما distant رقم ايه دي معناها بعيد، دي الصفه far طبعا بعيد صفه، remote طبعا بعيد صفه. Are you with this new electric car؟ هتبقى عندك كلمة familiar رقم C عشان familiar حرف جره with، لكن زي ما قلنا من شوية keen on interested in tired of مل من حاجة. فرقم عندك 54 most courses offer so you can understand the progress you make، معظم الكورسات ده هي بتقدم ايه طبعا عشان ايه، بيقول لك طبعا عشان تعرف او تفهم التقدم اللي انت بتعمله، طبعا ساعتك هتبقى كلمه فيدباك رقم دي بمعنى زي ما قلنا تقييم او تغذيه راجعه على كذا. انا في رقم 55 I hope we will طبعا from the new technology
ان اي يوسفول ولا يأ. اتمنى ان احنا ايه من التكنولوجيا الجديده بطريقه مفيده طبعا بنفت عنك في رقم ايه نستفيد من كذا. All the can cause more pollution. ممكن تسبب تلوث اكتر because their engines عشان محركاتها didn't or don't burn petrol well عشان محركاتها مش بتحرق البنزين كويس. اكيد طبعا المركبات القديمه هتبقى عندك كانت vehicles رقم ايه. Criticism النقد and advice والنصيحه كمان are kinds of طبعا دي تطور انواع من ايه ما يسمى زي ما قلنا معاك feedback التقييم بتاع العمل او زي ما قلنا التغذيه الراجعه. That can do some of the dangerous jobs in factories that man used to do in the past. مين في دول يقدر يعمل العمل الخطير او الوظائف الخطيره في المصانع الانسان كان يعملها في الماضي؟ طبعا اكيد روبوت عندك رقم ايه. Not everything in modern technology is good. مش كل حاجه في التكنولوجيا الحديثه كويسه. There are surely اكيد طبعا في ايه طبعا اكيد في بعض العيوب يبقى عندك disadvantages رقم B. My two daughters some qualities they both are intelligent hard working and helpful. بقول لك بنتين طبعا ايه بعض الصفات الاثنين اذكياء جادين في عملهم وكمان طبعا helpful معين مع مساعدين تبقى عندك كلمه شير رقم ايه مشتركين في بعض الايه الصفات شير طبعا يشارك. Do you think printing is still effective؟ تعتقد ان ايه طبعا المطبوعه لا تزال فعاله؟ الاونلاين وان از ناو مور افكتيف اعتقد ان الاونلاين دلوقتي اكثر فعاليه. طبعا ساعتك برينتنج بريس رقم بي الصحافه انا بس عندك الصحافه. ماي براذر احمد هاز ترافلد هيز هي از طبعا ان هنا في كلمه ان يا اخوانا منسيه هي از ان طبعا سعودي اريبيا ناو طبعا ده موجود في الخارج هتبقى عندك كلمه ابرود رقم سي طبعا في الخارج. I don't have enough time to reply to all the on my boss. انا ما عنديش وقت عشان خاطر ارد على كل ايه على البوستات بتاعتي على جميع التعليقات طبعا ساعتها من الكومنتس رقم دي تعليقات. I like watching بحب اتفرج على ايه about ancient Egyptian civilization عن الحضاره المصريه القديمه طبعا افلام الوثائقيه هتبقى عندك documentaries رقم سي. على made us كلمه اللي قدامك احنا قلناها كذا مره كلمة make يجعل وراء مفعول ثم الفعل بتاع في المصدر هتبقى wait اول اختيار. eating too much الاكل الكتير leads احنا عندنا يا جماعه اسمها lead to وطبعا وراها ing يبقى عندك هنا to gaining رقم c more and more weight ان زياده في الايه في الوزن اكتر واكتر. I'm proud of the progress انا فخور بالتقدم. My son طبعا اللي ابني حققه في المدرسه هتبقى عندك has made رقم بي كلمة اللي عندك هي progress تقدم دي الفعل بتاعها هيبقى make وطبعا كمان ينفع يا ريت تكتب عندك كلمة اسمها achieve معناها يحقق الاثنين صح. We were made الجملة بس ثانية واحدة كده الجملة عندك اللي هي لحظة اللي هي 65 عندك 65 والجملة عندك اللي هي 68 68 هنا حضرتك كلمة made جاية اكتب جبنا معاها مصدر يعني الجملة عندك وير ميد الجملة عندك طبعا باسيف يبقى عندك تو المصدر هتبقى عندك طبعا تو دو رقم سي. الجملة عندك في رقم 69 ذا اوفر اونلي تو نيو ممبرز العرض ده يا جماعة فقط لمين بقى؟ للأعضاء الجدد ابلايز هنا معناه ينطبق على خلي بالك ابلايز اونلي تو ينطبق بس على الأعضاء الجدد. ذا ثيفز يوز ذا to climb up and over the wall الحرامية استخدموا ايه عشان يطلعوا طبعا وينطوا من فوق الحيطة من فوق السور يا اكيد طبعا ساعتك كلمة روب رقم ايه حبل. I knew that the ship had arrived انا عرفت طبعا ان السفينة وصلت. When I hear لما سمعت انا the sailors البحاطة عن drop بيوقعوا طبعا into the water في المية اكيد ساعتك كلمة anchor رقم دي معنى الهلب بتاع المركب او المرساة بتاعت المركبة. Most young people معظم الشباب prefer news websites to print newspapers ساعتك اكيد اونلاين رقم دي طبعا المواقع اونلاين على الايه الصحافه المطبوعه. Is something you wear on your head حاجه تحطها على دماغك to protect it عشان خاطر تحميها in case يعني في حاله you have an accident طبعا لو حصل حادثه لا قدر الله يبقى طبعا ساعتك اكيد كلمه helmet رقم بي الخوذه طبعا.
unleaded يعني خالي من الرصاصة. causes no pollution طبعا ما فيش فيه تلوث. طبعا يبقى بترول رقم سي اللي هو البنزين. unleaded بترول بنزين خالي من الرصاصة اللي هو 92 و95. vehicles المركبات use both قلناها شوية تستعمل طبعا بترول and electricity مع سعادتك كلمة hybrid رقم دي طبعا المركبات الايه الهجين الميكس مع الاثنين. robots perform jobs الروبوت طبعا بيأدي الوظائف اكيد طبعا لوحده ذاتيا يبقى عندك رقم بي اوتوماتيكالي ذاتيا. this smell is very to everyone who lives near a bakery they are used to it بقول لك الريحه دي ايه لاي شخص عايش جنب مخبز بيكري مخبز عشان هو معتادين عليها طبعا ساعتك familiar عندك رقم ايه بمعنى ان هي معتاده للجميع او مالوفه عند الجميع. my father sold our car بابا باع العربيه so we had to use it عشان كده احنا اضطرينا نستخدم public transport المواصلات العامه عشان خاطر نعمل طبعا نتحرك من مكان لمكان نسافر نتحرك يبقى عندك كلمه get around رقم ايه. هنا عندك طبعا the picks of the bomb بيلتقط طبعا القنبله carries it away from building ويحملها بعيدا عن المبنى and blows it up ويفجرها بعيدة. طبعا كل الحاجات دي بتاعت روبوت طبعا سعادتك رقم بي. if you don't keep the windows closed لو سعادتك ما خليتش الشبابيك مقفولة the system النظام طبعا او النظام ايه او الجهاز بتاعي طبعا can't work properly مش هيشتغل طبعا بشكل سليم هتبقى عندك air conditioning رقم بي النظام بتاع التكييف. لكن air conditioner ده الجهاز نفسه ده الجهاز التكييف نفسه في الحيطة طبعا. the most habit اكتر عادة ايه of my friend is speaking while eating ان هو بيتكلم اثناء طبعا الاكل. I can't stand that انا مش طايق حاجة زي كده طبعا دي سعادتك عادة مزعجة يبقى عندك annoying رقم سي. my father's disease was a experience مرض والدي كان خبرة تجربة ايه طبعا for the whole family العيلة كلها اكيد طبعا سعادتك حاجه كانت مسببه لنا توتر يبقى عندك ستريسفول رقم بي. ابتدى عندك 80 a lot of people believe that crime is a diet of poverty ناس كتيره بتعتقد ان الجريمه ايه طبعا مباشره للفقر ان الجريمه دي نتيجه مباشره للفقر. عندك هنا طبعا كلمه consequence رقم ايه مع نتيجه او ايه عقبه او سميناها احنا ايه عواقب عاقبه للفقر. ظهر دي طبعا changed الجريمه الاجازه سوري غير طبعا my mood المود بتاعي. I have felt a new man since I came back طبعا I have felt like feel like اشعر وكانه a new man راجل جديد. my uncle is very rich عم طبعا غني جدا so he stayed in a five star hotel in London طبعا فطبعا ده نزل فندق خمس نجوم طبعا حضرتك luxurious رقم ايه بمعنى فخيمه. أكرم always nervous whenever he has a final exam at school طبعا سعادتك أكرم always gets nervous طبعا احنا ممكن نعملها is يبقى تخليها أكرم is always nervous ما تجيبش كلمة is بعد كلمة always طبعا. because of the bad economic situation بسبب طبعا الوضع الاقتصادي السيء his income down last year طبعا سعادتك الدخل بتاعه ماله انخفض السنه اللي فاتت هتبقى عندك كلمه وين داون جو داون معناها طبعا ينخفض او يقل. ار يو فاميليار سعادتك طبعا تبقى كلمه ويز زي ما قلنا من شويه. اف يو وانت تو كونكت زي ما قلنا حرف جرها طبعا تو رقم بي. وي نيد بوث بوزيتيف اند نيجاتيف فروم اور كاستمرز احنا بنحتاج طبعا ايه من زبايننا سواء كانت ايجابيه او سلبيه طبعا فيدباك التقييم بتاعهم او تعليقاتهم على المنتج بتاعنا. Have you got a dictionary on your phone معاك تطبيق قاموس على تليفونك طبعا عندك هنا كلمة app رقم B. Do you have any to make about طبعا the cause of the disaster هل عندك اي ايه تعملها لنا بسبب طبعا او عن سبب الكارثة دي طبعا كلمة comments عندك رقم D. هل عندك اي تعليقات تقولها لنا بسبب او بشأن طبعا سبب هذه الكارثة. قوم عندك الأخيرة زميت طبعا التيفي عامل ايه طبعا عندك في التلفزيون about Mount Fuji Volcano عن بركان جبل فيوجي طبعا ده في اليابان الجبل ده عن سعادتك طبعا او ده مش في اليابان لا عندك كلمة دي كومنت رقم بي مع طبعا ايه بقى فيلم وثائقي عن كذا. دلوقتي هراجع الامتحان لسعادتك امتحنته
على الفوكاب بتاع يونت 8. اول جمله يا جماعه في الامتحان بتقول A vehicle is an invention using اختراع بيستخدم both petrol and electricity بنزين وكهرباء زي ما قلنا to drive the engine عشان يشغل المحرك. طبعا اكيد سعادتك هتبقى hybrid رقم A قدام حضرتك A. طبعا عندك اول جمله عندك يبقى hybrid اول اختيار. ثم عندك الثانيه is a machine آلة with an engine فيها محرك used to take people تستخدم عشان خاطر تاخد الناس or things او الاشياء from one place to another من مكان لاخر like a car or a bus or a lorry. طبعا دي بنسميها ايه؟ بنسميها vehicle. طبعا رقم C ده التعريف بتاع المركبه. ثم رقم 3 your face is so with me طبعا وشك ايه بالنسبه لي. have we met somewhere before احنا ما اتقابلناش في حته قبل كده. طبعا ساعتك هتبقى familiar رقم دي بمعنى مكان مألوف او وشك طبعا مألوف بالنسبه لي. ثم رقم 4 marks and teachers comments الملاحظات وتعليقات المدرسين او الدرجات. طبعا الماركس درجات وكمان تعليقات المدرسين provide to students بتوفر للطلبه طبعا تقول ما يسمى feedback تقييم او طبعا زي ما قلنا تغذيه راجعه للشغل بتاعهم. I like to with English speaking people انا بحب ان ايه طبعا مع متحدث الانجليزيه to improve my language خاطر احسن اللغه بتاعتي. طبعا هنا chat يدردش رقم A chat قلنا يدردش. with a single on the computer mouse بي طبعا على الكمبيوتر طبعا على الماوس ده you can log on to the internet. طبعا كلمة click ساعتك ده سؤال طبعا سهل جدا عندك click رقم B. السوفتوير عبارة عن برنامج on your smartphone على تليفون طبعا طبعا كلمة app رقم C وطبعا اللي الابليكيشن دي برضو انت عارفها. the word is a synonym of discover بيسألك هنا المرادف بتاع كلمة discover طبعا ايه هو اكيد find out رقم B بمعنى يكتشف. to get is to travel from place to place تتحرك من مكان لمكان انا سميناها get around رقم D يسافر من مكان لمكان. عندك كمان هنا بيقول لك GPS means ده قلناها شويه من فكره في الواجب السؤال ده. طبعا GPS عندك معناها global positioning system عندك طبعا اللي هي رقم C. students should be encouraged الطلبه لازم يتشجعوا to use the طبعا يستخدموا ايه as a source طبعا ك كريسورس مورد of information كالمعلومات اكيد طبعا ساعتها هتبقى internet رقم C النت طبعا معروفه يعني. عندك بعد كده there is an increase طبعا في زياده in the use of في استخدام ايه in the car manufacturing industry في زياده في استخدام ايه في صناعة تصنيع السيارات طبعا روبوتس عندك رقم D في زيادة في استخدام إنسان آلي في المصانع نفسها. Global communication اتصال العالمي النهاردة has been transformed هو اتحول أو اتشكل يعني يقصد by that of the internet طبعا أكيد by the invention of the internet. الانترنت طبعا ده يعتبر اختراع وليس اكتشاف. خلي بالك النت يا جماعة اختراع مش اكتشاف. is a competition in which you answer questions زي ما قلنا عبارة عن مسابقة سعادتك بتجاوب فيها الأسئلة بعندك كلمة quiz رقم D. my brother has traveled for business طبعا سافر في الخارج تبقى عندك abroad رقم B. air is very important on summer days من طبعا فضول مهم في أيام الصيف طبعا سعادتك التكييف يبقى air conditioning رقم C. I take this laptop هاخد اللابتوب it is expensive غالي it is worth buying الكلمه دي يا جماعه كلمه is worth كانت معاك الترم اللي فات يعني يستحق جدير يستاهل طبعا الشراء يبقى عندك كلمه even if بمعنى حتى لو انا هشتري طبعا اللاب ده حتى لو كان غالي ده معنى الجمله. ده منتشر عندك هنا don't get too nervous don't get ما تبقاش طبعا too nervous عصبي قوي you should have self control واخد بالك احمد عماد طبعا سعادتك كانت تبقى كلمه سيلف كنترول ما ينفعش سيلف كونفيدنت لو قصدك عليها يا عماد كان قالها سيلف كونفيدنس ما تسمى ثقه بالنفس يا رب تكون سامع. بعد كده عندنا طبعا ذا ترين هاز ارايفد ات اي اي كان سي طبعا طبعا القطر وصل من على مسافه من على بعد انا حتى شايفه اهو يبقى طبعا ات ا ديستنس رقم بي. One of my friends lives in a area. واحد من اصحابي ساكن في منطقه مالها
I can't sorry so I rarely visit him فأنا نادرا كلمة أخواننا دي كلمة rarely نادرا ما بزوره طبعا عشان هو أكيد ساكن في منطقة بعيدة يبقى عندك كلمة remote أول اختيارين all equipment المعدات طبعا إيه أكيد اللي شغالة بالكهرباء طبعا ساعتك electric رقم إيه my wife has described زوجتي وصفت what happened ما حدث بالضبط كلمة exactly حال بعد الفعل اللي عند ساعتك I got up rather late ساعت متأخر شوية but the train came late لكن القطر هو نفسه كمان جاء متأخر so I caught it فأنا طبعا حصلته أو لحقت القطر فطبعا ده حسن حظ مش bad luck يبقى طبعا fortunately رقم B لحسن الحظ once the paper is طبعا correctly the printer should print with no problems بمجرد او اول ما الورق ايه بشكل صحيح البرينتر هتطبع بدون اي مشاكل طبعا ساعتك positioned رقم سي عندك هنا اول ما يوضع احنا هنا position مش معنى يضع you seem tired شكلك متعب just sit down اقعد and for half an hour واستكن يسك ساعتك يا نصايه تبقى عندك relax رقم سي معنى يسترخي do you think that تعتقد ان fizzy drinks المشروبات الغازية حاجة الساعة harm بتضر our immune طبعا system جهاز المناعة كلمة immune system جهاز المناعة system على نظام دي مش معنى جهاز خلي بالك a student should الطالب المفروض ان هو ايه on their study على المذاكرة بتاعته لازم طبعا يركز في مذاكرته تبقى عندك كلمة concentrate رقم دي The of corona outbreak ساعتك ايه طبعا بتاع تفشي كلمة outbreak تفشي او انتشار طبعا كورونا may be disastrous قد يكون طبعا كارثي all over the world في كل العالم اكيد ساعتك consequences رقم ايه بمعنى نتائج تفشي كورونا I've downloaded it انا طبعا حملت a scientific research on swine flu طبعا ساعتك انا حملت ايه عن طبعا بحث علمي ماله عن swine flu اللي طبعا ما تسمى انفلونزا ايه الخنازير it's really important بصراحه ومهم طبعا عندك كلمه invaluable رقم سي بمعنى طبعا حاجه قيمه او مفيده للغايه عندها رقم سي طبعا it's really الدنيا طبعا to interrupt others ان احنا نقاطع الاخرين وtalking هم بيتكلموا اكيد طبعا حاجه مزعجه يبقى عندك annoying رقم دي بمعنى مزعج كده يا اخوانا وصلنا معاكم لنهايه هذا الفيديو بس افضلك يا شباب وشدوا حيلكم وان شاء الله رمضان كريم عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته